أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا رجل مبتلى بوسواس عن الذات الإلهية. أعوذ بالله، ترك الباب هذا، تعوذ من الشيطان وتركه. قل آمنت بالله وكفرت بالذين من دونه، هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الوسواس. نعم. أحسن الله إليكم. يأتيه الشيطان يقول: من خلق الله؟ إذا وصل إلى هذا يتعوذ من الشيطان وينتهي، يسد هذا الباب، يقول: آمنت بالله وكفرت بالذين من دونه. نعم.